السلام عليكم، معكم بودلي محمد تلامذتي الأعزاء. اليوم سوف ننتقل إلى نوع آخر من الدروس، وهو الدروس التجريبية. إذن ما درسناه سابقا سوف نحاول أن نعود إليه، ولكن تجريبيا لكي تتفقهوا أكثر. هذا سيأخذ منا كثير من الوقت، ولكن لا عليه، فهو أفضل لكي تستوعبوا الدرس جيدا. نبدأ ب لي رامب ديفيرونس دو بوتونسييل. عندنا هنا واحد المونتاج الكتريك. للاسف غادي نبقى نتكلم شويه الفرنسي، ولكن غادي نبقى نعرفك ان واحد المونتاج الكتريك يعني تركيب كهربائي، بحيث من الموجب كنفرعوا جوج مثال فرع كيمشي لهذا المصباح، فرع كيمشي للمصباح الثاني، وكذلك من السالب كنفرعوا جوج. اذا عندنا تركيب على التوازي، كنفرعوا جوج فرع كيمشي للمربط الثاني نتاع المصباح الاول، والفرع الثاني كيمشي للمربط الثاني تاع المصباح الثاني. اذا فهذين المصباحين مركبين على التوازي، ولكن هذ المصباحين توتر استعمال ستافولت، وهو نفسه توتر استعمال توتر المولد، كذلك هنا ستافولت نفسه توتر. اذا من المفروض يدوروا بالقدرة ديالهم، ولكن القدرة هذا 1.8، القدرة هذا 0.6. نقدروا نغيروا هذا ونخليه، من بعد غادي نشوفوا، من بعد غادي نغيروا هذا، ان شاء الله. على كل حال نخليهم هكا، هذا 1.8، هذا 0.6. اذا سوف نشغل المولد على التيار المستمر. اذا كما كتلاحظوا الان الاناره ليست جيده، لامب سيرفيكسيس بارسيل دو 6 واط. اذا هنا لاحظوا بان الاناره هذا اقوى من هذا. إذن الآن غادي نغير هذا، الإنارة الآن تاع هذا اللي جبت أقوى من السابق. لماذا؟ لأن هذا 6 واط وهذا 1.8 واط. إذن هاد التجربة الهدف منها معرفة أن القدرة الكهربائية تعطينا مردودية أفضل. كلما كانت القدرة أكبر كلما كانت المردودية أكبر. لماذا؟ لأن المصباح كما قلت يسالف في تدخلات، فقط يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية، وكلما كانت القدرة الكهربائية كبيرة كلما كانت الطاقة المستهلكة كبيرة وبالطبع الطاقة المنتجة كبيرة. إذا هذا الهدف من هذا المداخلة. أتمنى أن تكون فهمتم هذا. إذا أعيد، السابق عندنا 0.6 واط مع 1.8، غادي نلاحظوا بان هذا مول 1.8 يضيء افضل من هذا. لاحظوا نعم. الان سنغير هذا باخر عنده 6 واط، طبعا كلهم عندهم 6 فولت توتسي. نلاحظ انقلبت الايه، الان هذا المصباح الاول يضيء اكثر من هذا بالطبع، لانه 6 واط أكبر من 1.8 واط. من هذه التجربة نستنتج أن كلما كانت القدرة كبيرة كلما كان الإنارة كبيرة. الآن نمر إلى تجربة ثانية، وهذه التجربة عندنا نقيس القدرة الكهربائية. إذا لقياس القدرة الكهربائية يجب قياس U وقياس I. ألو، هنا عندنا التوتر 5.7 فولت. غير ريغلي لي ملتي مي نريغليو هذا بهذاك، خصني نديرو هنا على 20، لا هنا على 20. نعم، خص التوتر يكون التوتر العيار يكون كبر التوتر المتوقع. المتوقع 6 فولت، اذا العيار خصو يكون 20. اذا التوتر المتوقع 0.3، اذا يعني خصني 0.3 يعني اكثر من 310 ملي امبير. اذا خصني شدة التيار تكون اكثر من 300 ملي امبير. اذا في الراه ملي امبير عندنا هنا 200، اذا هي 2 امبير، اذا خصها 2 امبير، راه ب 2 امبير اصلا، راه ب 2 امبير. اذا نبلاصي اون دي لامب سور لو سيبور. اذا نبلاصيو مثلا هادي، نبداو بهادي 6 واط، يلا 6 واط على بركتك. اذا الان اليمين جينيراتور نشعلوه، اذا كيعطينا هنا 6.3، كيعطينا 0.95 شده التيار امبير. اذا الى جداء هذا غادي يعطينا ديك 6 واط.
يعني 0.95 مضروبة في 6.3 غتعطينا تقريبا 6 واط، لأن هذا قريب لواحد وهذا قريب لستة، إذن واحد في ستة هي ستة تقريبا. الآن إذا درنا 1.8 هذا نوطي بيان لي دو ميتيمتر بوي أتان نوطي بيان لي زانديكاسيون، إذن غادي نوطيهم بوي أتان، إذن غادي نعطي هادي. ألوغ الآن واش غادي يدير هو؟ غادي يستعمل مثلا نستعملو هذا 1.8 يلا إلى عطانا، نعم جي جي جيد. إذا 1.8 غادي نشوفو واش غادي يعطينا، غادي يعطينا هنا 6 فولت، لكن هنا غادي يعطينا تقريبا 0.3، إذا تقريبا هنا 6 فولت وهنا قريب 0.3، كنتوقع لأن 0.3 مضروبة في 6 غتعطينا 1.8، إذا تقريبا نعم تماما هي هاديك. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا، إلا مكانش نزيدو نزيدو، ماشي مشكل ماشي مشكل، نديرو هذا 2.4. إذن كنتمنى نتوما توقعوا لي يلا شحال هنا 6 فولت، التوتر هو هو 6، يعني شحال غادي تكون؟ 0.4 تقريبا، نعم جيد، 6 مع 0.4، لا، نعم هي هذيك، 6 مع 0.4، نعم هي هذيك. إذن نفوتوا لآخر وحدة، ندوزوا لهذي، إذن هذي غير 0.6 يلا، إذن انتبهوا هنا 0.6، هنا عندنا 6، هنا شحال غادي تكون؟ غادي يكون غير 0.1 تقريبا. شوفوا نعم تماما 0.1، اذا كما كتلاحظوا بي تساوي اي في اي، هذه التجربه كتجرب لنا بي تساوي اي في اي. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.